الخوارزمية الثانية والأخيرة من خوارزميات البلايند سيرش هي خوارزمية ديبث فيرست سيرش، البحث بعمق. In a depth first search، في البحث بعمق. When a state is examined, all of its children and their descendants are examined before any of its siblings. عندما يتم فحص الستيت أو النود، يتم فحص كل أبناء وأحفاد هذه الستيت قبل فحص أي أحد من أشقاء هذه الستيت. The depth first search goes deeper into the search space whenever this is possible. البحث بعمق، يبحث بعمق داخل فضاء البحث كلما كان ذلك ممكنا. Only when no further descendants of a state can found or it. فقط عندما لا يتم العثور على أحفاد آخرين لهذه الستيت، عندها يتم الانتقال لفحص أشقاء هذه الستيت. على سبيل المثال هذه السيرج 3، الستارت ستيت هو النود A، أبناء النود A هو النود B والنود C، حيث تعتبر النود C أخ للنود B. ومثل ما ذكرت سابقا نبدأ بالبحث من أقصى اليسار، أي سنبدأ بالنود B حيث تعتبر النود B أقصى يسار النود A. بعد الانتهاء من فحص النود B يتم فحص أبناء وأحفاد النود B قبل فحص النود C واللي تعتبر أخ للنود B. Example، نلاحظ هذه Search Tree، المطلوب الوصول إلى Goal State U بدءا من Start State A باستخدام depth first search algorithm، خوارزمية البحث بعمق. في البداية نقوم بعمل جدول من عمودين، العمود الأول يمثل الليست الخاصة بالopen والعمود الثاني يمثل الليست الخاصة بالclosed. في الخطوة الأولى يتم وضع الستارت ستيت A داخل الليست الخاصة بالopen، أما الليست الخاصة بالclose فلا يتم وضع شيء. بعدها يتم التعويض عن النود A بأبناء النود A واللي هم النود B والنود C والنود D. ومثل ما ذكرت سابقا يبدأ البحث من أقصى اليسار، أي سنبدأ بالنود B لكون النود B تمثل أقصى يسار النود A. عندها يتم وضع النود B داخل الليست الخاصة بالopen، بعدها تصبح النود C تمثل أقصى يسار النود A. عندها يتم وضع النود C ومن ثم النود D داخل الليست الخاصة بالopen، فتصبح بهذا الشكل B C D، أي لا يتم البدء من النود D لكون النود D لا تمثل أقصى يسار النود A، وهكذا بالنسبة لبقية النودز الموجودة داخل السيرج تري. فمثلا النود E يتم البدء بالنود K التي تمثل أقصى يسار النود E ومن ثم النود L وهكذا. وبعد الانتهاء من معالجة النود A يتم نقل النود A من الليست الخاصة بالopen إلى الليست الخاصة بالclosed. بعدها نلاحظ النود B أقصى يسار الليست open، عندها يتم التعويض عن النود B بأبناء النود B واللي هما النود E والنود F، حيث يمثل النود E أقصى يسار النود B، أي سيتم وضع النود E والنود F أقصى يسار الليست open، فستصبح بهذا الشكل E F C D.
حيث النود E والنود F يمثلون أبناء النود B واللي تم وضعهم أقصى يسار الليست Open. أما النود C والنود D فيمثلون أخوة النود B واللي أصبح مكانهم على يمين الليست Open. وبعد الانتهاء من معالجة النود B يتم نقل النود B من الليست Open إلى الليست Closed. بعدها نلاحظ النود E أقصى يسار الليست Open، عندها يتم التعويض عن النود E بأبناء النود E واللي هم النود K والنود L، حيث يمثل النود K أقصى يسار النود E، أي سيتم وضع النود K والنود L أقصى يسار الليست Open، فستصبح بهذا الشكل K L F C D، حيث النود K والنود L يمثلون أبناء النود E واللي تم وضعهم أقصى يسار الليست Open، أما النود F والنود C والنود D على يمين الليست Open. وبعد الانتهاء من معالجة النود E يتم نقل النود E من الليست Open إلى الليست Closed. بعدها نلاحظ النود K أقصى يسار الليست Open، عندها يتم التعويض عن النود K بابن النود K واللي هو النود S، أي سيتم وضع النود S أقصى يسار الليست Open، فستصبح بهذا الشكل S L F C D، حيث النود S يمثل ابن النود K واللي تم وضعه أقصى يسار الليست Open، أما النود L والنود F والنود C والنود D على يمين الليست Open. وبعد الانتهاء من معالجة النود K يتم نقل النود K من الليست Open إلى الليست Closed. بعدها نلاحظ النود S أقصى يسار الليست Open، عندها يتم التعويض عن النود S بأبناء النود S. نلاحظ عدم احتواء النود S على أبناء، عندها يتم مباشرة نقل النود S من الليست Open إلى الليست Closed. بعدها نلاحظ النود L أقصى يسار الليست Open، عندها يتم التعويض عن النود L بابن النود L واللي هو النود T، أي سيتم وضع النود T أقصى يسار الليست Open، فستصبح بهذا الشكل T F C D، حيث يمثل النود T ابن النود L واللي تم وضعه أقصى يسار الليست Open، أما النود F والنود C والنود D على يمين الليست Open. وبعد الانتهاء من معالجة النود L يتم نقل النود L من الليست Open إلى الليست Closed. بعدها نلاحظ النود T أقصى يسار الليست Open، عندها يتم التعويض عن النود T بأبناء النود T. نلاحظ عدم احتواء النود T على أبناء، عندها يتم مباشرة نقل النود T من الليست Open إلى الليست Closed. بعدها نلاحظ النود F أقصى يسار الليست Open، عندها يتم التعويض عن النود F بابن النود F واللي هو النود M، أي سيتم وضع النود M أقصى يسار الليست Open، فستصبح بهذا الشكل M C D، حيث النود M يمثل ابن النود F واللي تم وضعه أقصى يسار الليست Open، أما النود C والنود D على يمين الليست Open. وبعد الانتهاء من معالجة النود F يتم نقل النود F من الليست Open إلى الليست Closed. بعدها نلاحظ النود M أقصى يسار الليست Open، عندها يتم التعويض عن النود M بأبناء النود M. نلاحظ عدم احتواء النود M على أبناء، عندها يتم مباشرة نقل النود M من الليست Open إلى الليست Closed. في هذه الخطوة تم الانتهاء من معالجة أبناء وأحفاد النود B، عندها سيتم معالجة النود C واللي تعتبر أخ للنود B، حيث نلاحظ النود C أقصى يسار الليست Open، عندها يتم التعويض عن النود C بأبناء النود C واللي هما النود G والنود H، حيث النود G يمثل أقصى يسار النود C، أي سيتم وضع النود G والنود H أقصى يسار الليست Open، فستصبح بهذا الشكل G H D، حيث النود G والنود
H يمثلون أبناء النود C واللي تم وضعهم أقصى يسار الليست open، أما النود D على يمين الليست open حيث يمثل النود D الأخ للنود C. وبعد الانتهاء من معالجة النود C تم نقل النود C من الليست open إلى الليست closed. بعدها نلاحظ النود G أقصى يسار الليست open، عندها يتم التعويض عن النود G بابن النود G واللي هو النود N، أي سيتم وضع النود N أقصى يسار الليست open فستصبح بهذا الشكل N H D، حيث النود N تمثل الابن للنود G واللي تم وضعه أقصى يسار الليست open، أما النود H والنود D على يمين الليست open. وبعد الانتهاء من معالجة النود G يتم نقل النود G من الليست open إلى الليست closed. بعدها نلاحظ النود N أقصى يسار الليست open، عندها يتم التعويض عن النود N بأبناء النود N. نلاحظ عدم احتواء النود N على أبناء، عندها يتم مباشرة نقل النود N من الليست open إلى الليست closed. بعدها نلاحظ النود H أقصى يسار الليست open، عندها يتم التعويض عن النود H بأبناء النود H واللي هما النود O والنود P، حيث يمثل النود O أقصى يسار النود H، أي سيتم وضع النود O والنود P أقصى يسار الليست open فستصبح بهذا الشكل O P D، حيث النود O والنود P يمثلون أبناء النود H واللي تم وضعهم أقصى يسار الليست open، أما النود D على يمين الليست open. وبعد الانتهاء من معالجة النود H يتم نقل النود H من الليست open إلى الليست closed. بعدها نلاحظ النود O أقصى يسار الليست open، عندها يتم التعويض عن النود O بأبناء النود O. نلاحظ عدم احتواء النود O على أبناء، عندها يتم مباشرة نقل النود O من الليست open إلى الليست closed. بعدها نلاحظ النود P أقصى يسار الليست open، عندها يتم التعويض عن النود P بابن النود P واللي هو النود U، أي سيتم وضع النود U أقصى يسار الليست open فستصبح بهذا الشكل U D، حيث النود U يمثل ابن النود P واللي تم وضعه أقصى يسار الليست open، أما النود D على يمين الليست open. وبعد الانتهاء من معالجة النود P يتم نقل النود P من الليست open إلى الليست closed. تم الوصول إلى الجول ستيت واللي هو النود U، حيث نلاحظ النود U أقصى يسار الليست open، وبمجرد وصول النود U اللي تمثل الجول ستيت أقصى يسار الليست open عندها تم الوصول إلى الهدف. بعدها يتم نقل النود U من الليست open إلى الليست closed. المتبقي من الليست open هو النود D، حيث يتم الحصول على الباث النهائي من آخر خطوة من خطوات الكلوزد واللي هو A B E K S L T F M C G N H O P U، حيث تم تمثيل الباث النهائي بهذا الشكل A B E K S L T F M C G N H O P U. Depth First Search Algorithm، خوارزمية البحث بعمق. سيتم تطبيق المثال السابق على هذه الخوارزمية لمعرفة كيفية عمل هذه الخوارزمية. Begin. Open. يتم وضع الستارت ستيت واللي هو النود A داخل الليست الخاصة بالopen. Closed. لا يتم وضع شيء داخل الليست الخاصة بالclose، لذلك يتم تمثيلها بهذا الشكل. While open لا تساوي list فارغة do، فعلا الليست الخاصة بالopen لا تساوي list فارغة لاحتوائها على start state واللي هو النود
A. Remove leftmost state from open. Call it X. حذف الستيت الموجودة أقصى يسار الليست الخاصة بالopen واللي هي النود A ونطلق عليها X. If X is a goal, then return success. حيث X يمثل النود A والgoal يمثل النود U. X لا تساوي U. عندها نذهب إلى else begin. Generate children of X. نولد أبناء للنود A واللي هو النود B والنود C والنود D. Put X on closed. وضع النود A داخل الليست الخاصة بالclosed. Eliminate children of X on open or closed. يتم تطبيق هذه الخطوة عند وجود نود مشتركة ما بين two nodes، بمعنى النود B تمثل إبل للنود H وإبل للنود I. لذلك لا توجد حاجة لتطبيق هذه الخطوة حاليا. Put remaining children on left end of open. وضع الأبناء المتبقين على يسار الليست الخاصة بالopen، حيث الليست الخاصة بالopen تحتوي فقط على أبناء النود A واللي هو النود B والنود C والنود D. And الرجوع إلى while. While open لا تساوي list فارغة do. فعلا الليست الخاصة بالopen لا تساوي ليست فارغة لاحتواها على النود B والنود C والنود D. Remove leftmost state from open. Call it X. حذف الستيت الموجودة أقصى يسار الليست الخاصة بالopen واللي هي النود B ونطلق عليها X. If X is a goal, then return success. حيث X تمثل النود B والgoal يمثل النود U. B لا تساوي U. عندها نذهب إلى else begin. Generate children of X. أولد أبناء للنود B واللي هم النود E والنود F. Put X on closed. وضع النود B داخل الليست الخاصة بالclosed. Eliminate children of X on open or closed. لا توجد حاجة لتطبيق هذه الخطوة حاليا. Put remaining children on left end of open. وضع الأبناء المتبقين على يسار الليست الخاصة بالopen واللي هم النود E والنود F اللي يمثلون أبناء النود B، حيث سيتم وضع النود E والنود F على يسار الليست الخاصة بالopen فتصبح بهذا الشكل E F C D. And الرجوع إلى الوايل. وايل open لا تساوينا ليست فارغة do. فعلا الليست الخاصة بالopen لا تحتوي على ليست فارغة لاحتواها على النود E والنود F والنود C والنود D. Remove leftmost state from open. Call it X. حذف الستيت الموجودة أقصى يسار الليست الخاصة بالopen وهي النود E ونطلق عليها X. If X is a goal, then return success. حيث X تمثل النود E والgoal يمثل النود U. E لا تساوي U. عندها نذهب إلى else begin. Generate children of X. نولد أبناء للنود E واللي هو النود K والنود L. Put X on close. وضع النود E داخل الليست الخاصة بالclosed. Eliminate children of X on open or closed. لا توجد حاجة لتطبيق هذه الخطوة حاليا. Put remaining children on left end of open. وضع الأبناء المتبقين على يسار الليست الخاصة بالopen واللي هم النود K والنود L اللي يمثلون أبناء النود E، حيث سيتم وضع النود K والنود L على يسار الليست الخاصة بالopen فتصبح بهذا الشكل K L F C D. And الرجوع إلى while. ونستمر هكذا لحين أما الوصول إلى الهدف أو عدم وجود الهدف داخل السيرش تري، بمعنى نفرض النود Z تمثل الجول ستيت. عدم وجود النود Z داخل السيرش تري عندها return failure. أما في المثال السابق فتم الوصول إلى الهدف if X is a goal then return success، حيث الـ X تمثل النود U والgoal تمثل النود U. الـ U يساوي الـ U then return success. وفعلا تم الوصول إلى النود U.
حيث بمجرد وصول النود يو اللي تمثل الجول ستيت أقصى يسار الليست أوبن عندها تم الوصول إلى الهدف. End.